إيه الله يحفظك. طيب السؤال الثالث يا شيخ، إذا كنت مثلا شيخ خطيب جمعة أو إمام مسجد وعزلني ولي الأمر، هل تجب طاعته يا شيخ؟ نعم. طيب يا شيخ، من قال إن طاعته في هذا الأمر معصية؟ ما عزاك إلا لأسباب ولا تفسد الأمور. كان هذا الاتصال على فضيلة الشيخ عزيز بن باز، مغرب يوم الثلاثاء نهاية شهر شوال عام 2016.